بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 27. الحمد لله رب العالمين، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد. يقول الشيخ رحمه الله في كتاب الإيمان في المسند عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد، صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فمن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس. قال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن عمل لآخرته كفاه الله أمر دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص. فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمان صلح الجسد بالإسلام، وهو من الإيمان. يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان. فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة، لكن هو درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف الظالم لنفسه. وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب لكن لم يكن بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرض للوعيد. وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإيمان، والإيمان أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. فالإحسان يدخل فيه الإيمان، والإيمان يدخل فيه الإسلام، والمحسنون أخص من المؤمنين، والمؤمنون أخص من المسلمين. وهكذا يقال في الرسالة والنبوة: فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فالأنبياء أعم، والنبوة نفسها جزء من الرسالة، فالرسالة تتناول النبوة وغيرها، بخلاف النبوة فإنها لا تتناول الرسالة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب كما يجاب عن الحان المحدود بالحد. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الإسلام والإيمان بما أجاب كما يجاب عن المحدود بالحد. إذا قيل ما كذا قيل كذا وكذا، كما في الحديث الصحيح لما قيل: ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. في الحديث الآخر: الكبر بطر الحق وغمط الناس، وبطر الحق جحده ودفعه، وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم. ولكن المقصود أن قوله بني الإسلام على خمس كقوله الإسلام هو الخمس، كما ذكر في حديث جبريل. فإن الأمر المركب من أجزاء تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء ومركبة منها. فالإسلام مبني على هذه الأركان. قد فسر الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هنا، لكنه لم يذكر فيه الحج، وهو متفق عليه. فقال: آمركم بالإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أو خمسا من المغنم. وقد روي في بعض طرقه: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، لكن الأول أشهر. وفي رواية أبي سعيد: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد فسر في حديث شعب الإيمان الإيمان بهذا وبغيره،
فقال: الإيمان 74 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال: الحياء شعبة من الإيمان، من حديث ابن عمر وابن مسعود وعمران بن حسين. وقال أيضا: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. وقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: ما بعث الله من نبي إلا كان في أمته قوم يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذا من أفراد مسلم. وكذلك في أفراد مسلم قوله: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة ورواه البخاري من حديث ابن عباس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب النهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن، انتهى. ومقصود الشيخ رحمه الله من إيراد هذه الأحاديث والآثار بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ردا على المرجئة الذين يخرجونها من مسمى الإيمان. وبالله التوفيق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.